السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من سلسله السياحه بالامارات. انا غيس، اليوم بدي اخذكم معي بجوله جوات منطقه المبزره عن طريق قطار سياحي جديد، ان شاء الله يعجبكم. منطقه المبزره الخضراء من اسمها منطقه مشهوره كثير بالخضار فيها بمنطقه العين. هذا القطار بياخذنا بجوله بهالمنطقه، ومنها بنشوف جبل حفيظ كمان بيكون هون جنبنا. مرحبا بكم، سوف نصحبكم في رحلة عبر الزمان في هذا المكان الذي كان أرضاً جرداء منذ سنين طويلة لا يمر بها سوى من يقصد جبل الحفيد، حيث كانت مجرد رمال وصخور وجبل أصم وبعض شجيرات هنا وهنا. تعرف المنطقة جغرافياً بأنها مجموعة من الشعاب التي تكون وادي المبزرة الخضراء، وهو اسم قديم معناه الأرض الطيبة. بدأت قصة تطوير هذا المكان عندما فكر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله في شق طريق يصل إلى قمة جبل حفيد. ولم يكتف الشيخ زايد بهذا الإنجاز فقط، بل قام بعد ذلك بطرح مشروع أكبر، وهو محاولة اكتشاف وجود مياه أسفل جبل حفيد، وذلك لمعرفته التاريخية الجيدة بهذه المنطقة. في عام 1995 ميلادية بدأت الحفارات العملاقة عملها لاستكشاف آبار للمياه، وكانت المفاجأة باكتشاف ينابيع للمياه الساخنة ومجموعة من الآبار تبشر بمخزون كبير. ولعشق الشيخ زايد للزراعة فكر مجدداً في تحدي جديد مستغلاً توفر المياه، وهو تغيير معالم سفح الجبل من صخور صماء إلى مسطحات خضراء، وبدأت المرافق الخدمية تظهر الواحدة تلو الأخرى. يوجد في المنطقة ثلاث مناطق للشواء يمكن للعائلات والأصدقاء التجمع فيها والاستمتاع بجمال الطبيعة وفسحة المكان. وفي إضافة جمالية للمكان، ترون حولكم قنوات تربط بين الآبار في صورة جداول مائية رائعة. إن جبل حفيد هو موطن لقرابة ثلث أنواع النباتات البرية المسجلة في إمارة أبوظبي، وباختصار فإن حفيد يضم قمة التنوع البيئي، وهو جبل قد شكلته المياه عبر ملايين السنين، وما زالت هناك أسرار لم تكتشف بعد. يمكنكم التمتع بالإقامة هنا والاختيار من بين 200 شاليه، منها ما يحتوي على غرفة وصالة أو غرفتين وصالة. تم تسجيل منطقة حفيد كموقع من مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو في يونيو من عام 2011 ميلادية، حيث تم اكتشاف آثار لحضارات قديمة في محيط الجبل تمثل جزءاً أساسياً من حل لغز التاريخ القديم لمدينة العين التي كانت قديماً واحة خضراء حيوية على طريق القوافل الممتدة من هذه المنطقة إلى عمان. الحقيقة إن في المبزرة الخضراء قصة نجاح ورسالة عظيمة بالمحافظة على البيئة واستغلال المقومات الطبيعية لصالح الإنسان. سوف ترون في نهاية جولتنا بحيرة مبزرة الخضراء الصناعية التي تصب فيها مياه الآبار، وتزينها نافورة رائعة ترتفع إلى 70 متراً. يسعدنا رؤيتكم مجدداً.